السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كراكم دايرين خوتي؟ لاباس بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. النهار فيديو جديد في المنطقه عماله بركان، اقليم اكليم. كما كتشوفوا معايا المزرعه ديال يعني لي بيبينير، كما تشوفوا معايا كاين ثلاثه ديال الخطوط هنا. هاد الشتائل هذه تربط في الأسير الداخل وطعمت ولا تلقمت كي كنقولوا. منين يعني كبرت التطعيمه ديالها، كبرت وشدت مزيان، خرجوها كما كتشوفوا في الهواء الطلق. كاينه دابا هذه في الهواء الطلق، يعني الا بغينا نشريوها نزرعوها ما كتشكلش الخطر على الخروب في البيئه، يعني الجودة مزيانة. في نفس الوقت اللي كتشوفوا هنايا كاين غير شبكة، شبكة فقط، ولكن الشمس والريح كيدخل طبيعيا جدا. يعني كما كيقول السيد، هو لقم بواحد المنتوج على حساب 20 سنتيم القرن ديالو ولا المزود ديالو، كيطوال ورقيق، يعني الجودة زينة. وعندو على سميتو الجدره ولا الكيس بلاستيكي اللي راها مزروعه فيها الخروب، فيها 40 سنتيم اللي فيها كتحتوى يعني على حساب 10 كيلو ديال التربه، وكتنمو مزيان وشاده بلاصتها وراها غاديه تبارك الله. كما كنقولوا دائما وابدا، من نمشيو عند البيبينير خصنا نسولو إذا كانت الخروب يعني في الأسير الداخل، خصنا نتفاهموا مع مول البيبينير يخرجها تدريجيا الهواء الطلق باش توالف مع البيئة. أما إلا مشينا عنده ولقينا الخروب بحال هذه في الهواء الطلق، ما خصناش نتخوفوا منها لأن موالفة مع البيئة، نشريوها ونغرسوها ما كان حتى شي مشكل. ومن حقكم تسولوا على المنتوج اللي تلق منه، اللي تلقمت منه ولا طعمت منه هذا المنتوج هذا، وتسولوا كيما بغيتوا. يعني هذا الشيء اللي كنقول دائما وابدا، يا ودي راه الخروب الا تعاملنا معها مزيان وعطينا لها البيئه ديالها اللي هي تستاهلها، راه ما غاديش تلقى المشاكل وكتكون مزيانة. كما كتشوفوا معنا الشتلة تبارك الله، والكولور ديال يعني ديال الورقة ديال الخروب خضر ولكن غادي الكحولية، يعني البيئة خلات البصمة ديالها. وفي نفس الوقت يعني الشتلة كتغذى يعني بديك الشمس وداك الشيء، كتكون في صحة جيدة. هذا هو اللي كنقلبوا عليه. الحاجة اللي كبرت في لاسير وشريناها مثلا من لاسير ديريكت للبيئة غلط، يخص يكون المنتوج بحال اللي راكم تشوفوا هنا في الهواء الطلق. هذا هو المنتوج اللي نقلبوا عليه، ومن حقكم تسولوا على النوع اللي تلقمت منه، هذه طبيعة الحال. وانا غادي نخلي لكم السميه ديال هاد البيبينير والنمره ديالو تحت الفيديو، واللي بغى يتصل منه بغى ياخذ معلومات او لا بغى يجي يزورو يشوف يتاكد، مرحبا به كما العاده. نتمنى لكم الخير ومع السلامه.